فيلمنا النهاردة بيبدأ بطفل اسمه كيلفن، واللي بيكون عنده 13 سنة وعايش في دار ايتام. بس قبل ما اكمل حابب اعرفك ان في مسابقة في الفيديو ده، في مقص هيظهر في اقل من ثانية، لو عرفت مكانه تكسب معانا 500 جنيه. تعالى بقى نكمل فيديو النهاردة. وهوايته بتكون لعب كرة السلة مع زمايله في حوش الدار، بس المتنمر اوكس بيتريق عليه طول الوقت وبيضايقه وبيتحداه في ماتش، وبيقوله لو خسر هياخد من كيلفن التيشيرت اللي لابسه، وكيلفن بيوافق بس صاحبه مورف بيحاول يمنعه وبيقوله بلاش يلعب الماتش ده، لكن كيلفن بيرفض وما بيرضاش يرجع في كلامه علشان شكله قدام زمايله، وبيبتدوا التحدي وبيلعبوا، وبسبب ان اوكس اطول من كيلفن فبيقدر يكسبه بكل سهولة، وبياخد منه التيشيرت بتاعه وبيقطعه علشان يضايقه، وبيجيلهم مدير الدار واللي بيكون اسمه مستر ستان، وبيقول لهم يجهزوا علشان يبيعوا الحلويات زي كل يوم، وبيروح كيلفن ومورف عند استاد كرة السلة وبيحاولوا يبيعوا اللي معاهم بس مفيش حد بيرضى يشتري منهم، وبتتعرض مباراة كرة السلة وبيقعد كيلفن ومورف يتفرجوا عليها على شاشة العرض اللي موجودة في الشارع. وبعد المباراة كيلفن بيشوف مدرب فريقه المفضل وبيقوله ان هم خسروا المباراة بسبب ان اللاعب تريسي ملعبش، بيكون تريسي هو اللاعب المفضل لكيلفن. وبعد كده بيعرض على المدرب انه يشتري منه حلويات وبيقوله ان الفلوس بتروح لمساعدة الايتام، فبيصعب على المدرب وبيديله 20 دولار، فبيفرح كيلفن لكن بيرجع في كلامه بيقوله انه مش متأكد اذا كان صاحب الدار هياخد الفلوس لنفسه ولا يساعد بيها الايتام فعلا، فبيعجب المدرب بامانته وبيقوله انه هيديله تذاكر يقدر يحضر بيها المباراة الجاية، وبيفرح جدا كيلفن وبيشكره وبيمشي. وتاني يوم بقى بيجي عائلات على الدار عشان تتبنى اطفال، فبيلبس كيلفن حلو وبيكون مستني اي عيلة تختاره علشان تتبناه، لكن اوز يقوله انهم كبار وان فرصتهم ضعيفة لان اي عيلة بتيجي بتحب تتبنى الاطفال الصغيرين، فبيحزن كيلفن جدا لما بيشوف ان كلام اوكس صح. وبعدها بتوصل راهبة وبيكون معاها ملابس مستعملة لاطفال الدار، وكيلفن بيعجب بكوتشي وبياخده، والراهبة بتقوله انها سمعت ان الكوتشي ده بتاع لاعب سلة مشهور بس مش متأكدة من اسمه، وساعتها بيلاحظ كيلفن ان مكتوب MG على الكوتشي من جوه، وبيعرف انه بتاع اللاعب المشهور مايكل جوردن، وبيقوله لاصحابه وبيسمعه اوكس، وبيروح يشد الكوتشي منه وبيرميه، لكن الكوتشي بيتعلق على سلك الكهرباء، وبالليل الجو بيكون بيمطر وكيلفن ما بيكونش عارف ينام لان بيكون تفكيره كله انه يرجع الكوتشي، وبيصحي اصحابه علشان يساعدوه، وبيطلع على شجره وبيفضل يعافر لحد ما بصعوبه بيقدر يمسك الكوتشي، وفي اللحظه دي البرق بيضرب الكوتشي وكيلفن بيلاحظ انه بينور، لكن ما بيكونش مهتم وبيبقى فرحان انه رجع الكوتشي، وتاني يوم اوكس بيشوفه هو واصحابه وهما بياخدوا تذاكر كرة السلة، وبيروح له وبيخوفه وبيقول له انه هيعرف ستان، لكن كيلفن بيبقى ذكي وبيعرض عليه انه هو يحضر معاهم المباراة، وطبعا اوكس بيوافق وبيدخلوا يحضروا المباراة سوا، وبيشجعوا فريقهم المفضل، بين الشوطين بيعلنوا انهم هيختاروا واحد من الجمهور ينزل في الملعب، وبيعملوا قرعه على التذاكر وبيختاروا الرقم، والمفاجأة انها تطلع رقم تذكرة كيلفن، واوكس بيتغاظ وبيحاول ياخدها منه، لكن كيلفن بذكائه بيقدر يخدعه وبينزل الملعب، وتريسي بيضحك لما بيشوف انه هيلاعب طفل، وكيلفن اصلا ما بيكونش مصدق اللي بيحصل، وبيبدا التحدي وتريسي بيديله الكره وبيقوله انه يوري له مهاراته، وبيتفاجئ ان كيلفن بيسجل هدف بشكل مميز، وفي اللحظه دي فريق تريسي بيطلع علشان يتفرجوا مع الجمهور، وبنشوفه كيلفن وهو مبهدل تريسي في الملعب وبيسجل عليه اهداف كتير، والجمهور واللاعبين بيكونوا مصدومين، حتى تريسي نفسه بيكون مصدوم وما بيكونش مصدق اللي بيحصل. وتاني يوم يروح مدرب الفريق ومعاه مدير النادي لدار الايتام، وبيقابلوا ستان وبيطلبوا منه انهم ياخدوا كيلفن علشان يدربوه مع الفريق بتاعهم، بس ستان بيرفض، بس اول ما بيعرف المبلغ اللي هياخده بيرجع في كلامه وبيوافق على طول، وبيفرح كيلفن واصحابه بيهنوه وبيسالوه هو ازاي قدر يكسب تريسي امبارح، فهو بيقول لهم ان هو نفسه مش عارف ازاي هو كسبه، وبيقول لهم ان ممكن بسبب الكوتش اللي هو لابسه، وبيطلب منهم انهم ما يعرفوش حد ويفضل سر ما بينهم، وبنشوف ان اوكس مراقبهم وسمع كل كلامهم. وبعدها بينضم كيلفن للفريق وبيعتذر لتريسي لانه كسبه امبارح، لكن تريسي بيهزر معاه وبيقوله ان هو اللي سابه يكسبه امبارح، ومدير الفريق بيدي لكيلفن زي الفريق وكوتشي، فبيضطر انه يخلع كوتشي مايكل جوردن وهو قلقان،
وبتبتدي بعد كده المباراة وهو بيكون قاعد احتياطي وما بيكونش مصدق انه شايف اللعيبة اللي بيحبهم في الحقيقة. وفي الاستراحة المدرب بيدي تعليماته للفريق، لكن كيلفن بيقطعه وبيقوله على نقط ضعف الفريق المنافس، وفعلا المدرب بيقتنع بكلامه وبيبدأ ينفذ خطة كيلفن وبيقوله انه هيلعب الشوط الجاي. وبيفرح كيلفن جدا لكن بيفتكر انه مش لابس الكوتش بتاعه وبينزل الملعب وهو متوتر ومش عارف يلعب. وساعتها بيطلب من المدرب انه يروح الحمام وبيجري بسرعة وبيلبس الكوتش وبيرجع تاني على الملعب، وفعلا بيبدا يلعب بثقه عاليه وبيجيب اهداف كتير والكل بيبقى منبهر بيه، والاخبار بتبدا تتكلم عنه وفي وقت قصير بيبقى مشهور جدا وبيمضي عقد مع الفريق لموسم واحد وبيجهز نفسه علشان يسافر معاهم. وستان بيحذره انه ما يوافقش على اي عيله عايزه تتبناه لانهم هيكونوا طمعانين فيه. وبعدها بيركبوا الطياره والمدرب بيعرفه ان هو وتريسي هيقعدوا في اوضه واحده، وتريسي بيكون متضايق لكن ما بيقدرش يتكلم. ولما بيوصلوا الفندق كيلفن بيبقى مبهور بالغرفة، وبالليل تريسي بيكون بيجهز نفسه علشان يخرج يقابل صاحبته، وبيلاقي ان كيلفن بيلبس هو كمان علشان يروح معاه، وبيقول له تريسي انه يستناه في الغرفة وهو مش هيتأخر، وبيعرفه رقم خدمة الغرف علشان لو هيطلب اكل. وفعلا كيلفن بيبقى مبسوط وبيطلب اكل كتير جدا لدرجة انه بينام على الارض من كتر الاكل. وبعد شوية بيرجع تريسي وصاحبته وبيلاقوا ان الاوضة بقت متكركبة وفي اكل في كل مكان، وصاحبته بتلاقي ان كيلفن شكله تعبان فبتحضنه وبتقعد جنبه وبيتضايق جدا تريسي لانها مش معبراه. وتاني يوم الصبح في التدريب كيلفن بيحكي للمدرب بكل براءة ان تريسي كان سهران مع صاحبته وهي بنت لطيفة، فالمدرب بينبه على تريسي انه لو سهر بعد الساعة 12 مش هيخليه يلعب. وساعتها تريسي بيتضايق من كيلفن وبيحذره انه يتكلم عن اي حاجة تانية تخصه، وبيبتدوا يلعبوا مباريات كتير بعدها وفي كل مرة تريسي بيبهر الكل لدرجة ان ما بقاش فيها اي حد من الفرقة بيقدر يقف قصاده. وبيبدا يبقى معاه فلوس كتير واول حاجه بيعملها بيشتري هدايا لصحابه اللي في الدار وبيفرحهم، ومن حبه في تريسي بيقلده في كل حاجه حتى لبسه، وتريسي بيكون هيتجنن منه. وبيبقى كيلفن شخصيه محبوبه من المنافسين لدرجه انهم بيطلبوا توقيعه وبيقدر يكسب جايزه افضل لاعب في البطوله. وبعدها بيرجع للدار وبيحكي لصاحبه مورفن انه حقق حاجات كتير كانت بالنسبه له حلم، وفجاه بيظهر اوكس وبيحاول ياخد منه الكوتشي وبيجي استنى على صوتهم وبيزعق لأوكس وبيحذره انه ما يقربش من كيلفن تاني. وتاني يوم بيكون كيلفن مستخبي في عربية تريسي وبيفاجئه، وبيوصلوا على الصيدلية وتريسي بينزل يشتري منوم علشان يقدر ينام بدري وكمان دواء للحساسية، فبيتلخبط وبيشرب المنوم بدل دواء الحساسية وبينام في العربية. وكيلفن بيحاول يصحيه لكن ما بيعرفش، والمفروض انهم يوصلوا الفندق قبل الساعة 12 بالليل، فبيضطر كيلفن ان هو اللي يسوق ويفضل يخبط في الحاجات اللي في الشارع وبيوصل متأخر. وتاني يوم بيعرف تريسي من صحابه في الفريق ان المدرب حرم كيلفن انه يلعب المباراة الجاية لانه ساء بعد الساعة 12 بالليل ووصل الفندق متأخر. وبيفتكر تريسي اللي حصل امبارح وبيعرف انها غلطته هو، وبيعرف ان كيلفن اتحمل العقاب بداله فبيشكره وبيبدأ يحبه. وبعدها كيلفن بيتكلم مع ستان وبيقوله ان نفسه في عيلة تتبناه، لكن ستان بيكون رافض الفكرة عشان الفلوس طبعا اللي بتجيله من وراه، وبيحاول يفهمه ان هو يعني بيخاف عليه وبيحبه، لكن كيلفن بيصمم انه عيله تتبناه، فبيوافق ستان وبيخليه يقابل العائلات اللي شكلهم باين انهم طمعانين فيه علشان يعني يقتنع بكلامه. وفعلا كيلفن بيتصدم بالعائلات اللي بيقابلهم وبيتضايق، فبيروح لبيت تريسي وبيقوله ان نفسه يلاقي عيله فعلا تحبه بجد وتتبناه، وبيعرف من تريسي انه مقاطع ابوه من ساعه ما امه ماتت، ويقوموا بعد كده يلعبوا سوا علشان يخرجوا من المود بتاعهم. وبيقرر كيلفن انه يفاجئ تريسي وبيجيب له ابوه عشان يصالحهم، لكن تريسي بيتعصب جدا وبيطلب منه انه ما يتدخلش في حياته تاني، وده بيأثر على ادائهم في مباراه مهمه جدا وبيخسروها. فالمدرب بيتعصب عليهم وبيقول لهم ان المباراه الجايه هي فرصتهم الوحيده في التصفيات. في الوقت ده بيتكلم ستان مع اوكس اللي بيأكد له ان سر براعة كيلفن في الكوتش اللي بيلبسه، وبتوصل عيلة غنية عاوزة تتبنى كيلفن، وستان بيدي لكيلفن جزمة جديدة علشان شكله يبقى حلو وهو بيقابلهم. وفعلا كيلفن بيغير الكوتش وبيروح لستان وبياخد منه الكوتش بتاعه وبيخبيه، وبيروح مكان مراهنات وبيراهن على مبلغ كبير جدا ان فريق كيلفن هيخسر المباراة الجاية، وبيكون متأكد من خسارة فريق كيلفن لانه هيلعب من غير الكوتش. وبالليل بيخرج كيلفن مع العيلة اللي عاوزة تتبنى
بيتبناه وبيبقى مبسوط، وفي نفس الوقت ابو تريسي بيقعد معاه وبيصالحه. وقبل المباراه بقى تريسي بيروح لكيلفن وبيشكره على ان هو كان السبب في صلحه مع باباه، وكيلفن بيعرفه على عيلته الجديده. وبعدها مورف بيتصل بيه وبيعرفه ان ستان اخذ الكوتش بتاعه، فبيجري بسرعه على الدار وبيجمع اصحابه علشان يساعدوه انه يلاقي الكوتش. فبتبتدي المباراه وهو واصحابه بيتجمعوا على سان وبيحاولوا يعرفوا منه مكان الكوتش، بس هو بيرفض يقول لهم. فاوكس بيدخل عليهم وكيلفن بيطلب منه انه يساعدهم لانه فوزه في المباراه هو مكسب ليهم كلهم. فبيقتنع اوكس بكلامه وبيجيب له الكوتش، وبيجري بسرعه كيلفن علشان يلحق المباراه واصحابه بيجروا معاه. وبيقدر ستان انه يفك نفسه وبيتصل على ناس عشان يمنعوا كيلفن انه يلحق المباراه، لكن بذكائه بيقدر يهرب منهم وبيلحق المباراه. واول ما بينزل الملعب كل الموجودين بيسقفوا له علشان فريقه بيبقى خسران، وبيلعب كيلفن وبيسدد رميات قويه بيعوض بيها فرق النقط ما بينهم وما بين الفريق الكسبان، لحد ما بيتخبط والكوتش بيتقطع. وبيعترف لتريسي ان الكوتش ده هو السبب في المهارات العاليه اللي عنده، وبيشجعه تريسي وبيقول له ان هو لاعب مميز وموهوب، وبيقول له ان هم هيتعاونوا ويلعبوا سوا واكيد هيكسبوا. وفعلا كيفن بيبدا يكمل المباراه وهو متحمس، وبتبان فعلا مهارته الحقيقيه، وعلى اخر ثانيه بيرمي الكره لتريسي اللي بيرمي اخر رميه واللي بيفوزوا بسببها في المباراه. وبعدها بيروح يشكر المدرب وبيقول له انه مش هيقدر يجدد عقده تاني، وبيقرر انه يرجع دار الايتام ويفضل مع اصحابه، لحد ما في يوم بيروح له تريسي وبيقول له انه مفتقده وبيعرض عليه انه يتبناه. فبيفرح كيفن جدا وبيقول يطلب منه انه يتبنى صاحبه مورف معاه، وفعلا تريسي بيتبناهم هما الاتنين. وفعلا بكده يكونوا حققوا حلمهم انهم لقوا حد بيحبهم بجد ويتبناهم. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك مني كل جديد، واشوفكم فيديوهات جاية. سلام.